راشفورد وهندرسون خارج قائمة إنجلترا لكأس أوروبا. توني كروس يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله. وليفربول يبحث عن مدرب للركلات الحرة على لينكدين. بعد الإعلان عن مدربه الجديد، وضع ليفربول إعلاناً على موقع لينكدين يبحث فيه عن مدرب للضربات الحرة. وكان المدرب السابق للفريق يورجن كلوب قد قضى 9 سنوات مع الريدز دون مدرب للضربات الحرة، بل استعان الألماني بمدرب مختص في تنفيذ رميات التماس. فإن كنت مدرباً مختصاً في تنفيذ الركلات الحرة، لديك فرصة ثمينة للالتحاق بنادي ليفربول العريق. صدم نجم ريال مدريد متابعي كرة القدم حول العالم بعد إعلانه رسمياً اعتزال اللعبة عقب بطولة كأس أوروبا المقبلة في ألمانيا. وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشرت إلى قرب تجديد عقد توني كروس مع نادي الإسباني لموسم واحد، لكن الدولي الألماني كان قد حسم قراره بالرحيل عن الفريق. ويعد كروس هو صاحب أعلى راتب في الميرينجي بعقد يتقاضى مقابله أكثر من 24 مليون يورو للموسم الواحد. الجميع كان ينتظر الإعلان عن قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس أوروبا، وبحسب صحيفة تيليغراف القائمة لن تخلو من المفاجآت بعدما قرر مدرب الأسود الثلاثة ساوثغيت استبعاد هندرسون. لكن المفاجأة الأكبر كانت غياب راشفورد نجم مانشستر يونايتد ومعه رحيم ستيرلينغ نجم تشيلسي لأول مرة منذ عدة سنوات، بينما وجه المدرب الدعوة للعديد من الوجوه الشابة في محاولة جديدة لاقتناص اللقب الذي لم تحققه إنجلترا من قبل.